السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حبيبتي في الله، مرحبا بكم مع أم نبراس. رح نبدأ إن شاء الله دروس تعليم الرسومات البسيطة للحنانين المبتدئين. كما راكم تشوفوا هنا واش نحتاجو، نحتاجو ورقة فقط ندربو عليها، نحتاجو هذا القرطاس اللي راني أنا خدمته من ورقة تاع اللي غلفوا بها الشوكولا. نتوما خدموه بأي حاجة وجلد يكون صحيح ولا أي حاجة تحبوها. ونبدأ على بركة الله. هنايا راح ندير لكم الجهة الخاطئة ولا الجهة الصحيحة، اللي يعني واش نورمالمون كيفاش تكون الرسمة تاع الحنة، والجهة الخاطئة، الجهة الصحيحة والجهة الخاطئة، باش على الأقل نعرفوا كيفاش تكون الرسمة خاطئة وكيفاش تكون الرسمة صحيحة. ندير بيناتهم خط هكذا متقاطع، لازم تخدموا شويه بحذر. انا هنا راني نخدم لكم بالعقل مادامكم مبتدئين ورانا نتعلموا كامل مع بعضنا. بالنسبه للخط، شوفوا هنايا لما نحط الخط كيما هكذا راني حطيته على الورقه وبديت نرسم، هذه طريقه خطا. اما طريقه ثانيه هي اني نرسم خط ونهز يدي، نرسم الخط ونهز يدي، نهز يدي شوية باش يجيني خط مستقيم ومتساوي. هنا الحنة معليش كي تتقطع راح نديرو هاديك شوية نقطة هكذاك. هادي بالنسبة لرسمة الخط. السر في رسمة الخط انه لازم ترسمو هكاك الدائرة، ما نخدموهاش بهاد الطريقة اللي درتها لكم، نديرو هكا وندورو، بل نديرو نقطة ونضغطو هكذا تبان لي ماهيش تبان لكم. هنايا نديرو نقطه ونضغطو عليها، ما نحركوش كيما راكم تشوفوا. وتحبوا تزيدوا تدوروها شويه وهي في نفس النقطه نورمال، سواء كانت نقطه صغيره او كبيره باش تجيكم نقطه مريقله، ما لازمش نضغطو. نروحوا للشكل الثالث، شكل الدائره اللي تكون على شكل حلزون. هنا باديه من الوسط ومش عارف كيفاش، هادي ما تجيكمش مليح. من الاحسن انكم ترسموا دائره هكذا ومن بعد ندخلوا الشكل الحلزوني وسطه هكذا. نعاودوا وحده اخرى، نرسموا الدائره اولا من بعد ندخلوا الشكل الحلزوني في الوسط كيما هذا الشكل اللي راكم تشوفوا فيه. حاجة أخرى بالنسبة للأوراق، الأوراق هنا من الأحسن أن ما نخدموهمش بهاد الطريقة. الطريقة اللي نخدموهم بها رايحين نصنع غصن، بعدين نديرو نقطة ونجبدوها. شتو كيفاش حين نديرو نقطة ونجبدوها، نديرو نقطة هكذا ونجبدوها كيما راكم تشوفوا. هنا يا نقطة واحدة ونجبدوها، مهم تكون شكل نقطة بعد نجبدوها. لكن هنا يا نعود لكم واحدة أخرى، نقطة ونجبدوها المهم. لكن إذا كان درناها هكذا وبدينا نخلطوا فيها كيما راكم تشوفوا هكذا، ما مش راح تجيكم مليح. شوفوا نقطة من بعد نجبدوها راح تتكون لكم الورقة. هذا بالنسبة للأشكال اللي تعلمناهم اليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا. المهم السر الأول اللي راح نعطيه لكم هنا هو في رسم الخطوط والنقاط، وهذا اللي عطيته لكم في رسم الخطوط والنقاط وهذا. المهم هو لازم أنك لما تولي تديري خط منحني، أو شوفوا كيفاش راني هزة شوية مانيش نمس في انتما متمسوش الجلد ولا هذا، كي تعودوا ترسموا متمسوش 100% حطوا من الفوق. شفتوا كيفاش هزيت باش تخدم لي هذاك الخط. إن شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، إن شاء الله تكون عجبتكم. ما تنسونيش من دعواتكم، من تعليقاتكم، ما تنسوش اشتراك في القناة، تفعيل الجرس وضغط اللايك باش يوصلكم كل جديد في الملتقى.